مجهول والانتظار والسبب غيبتك يا صاحبي وشجرة كنا بقص الحشام عقب طرقك نار دوك جرح الغلا في ضامري ما برا ودوك جرح الغلا في ضامري ما برا حياكم الله معنا في حلقة جديدة واليوم لا تشرهون علينا ترى اليوم ما كان عندنا تصوير فوجينا كله متفقع من النوم شوف اشكالهم كلهم صاحيين مو متعودين ترى وقت الجلسون بس عندنا وجينا اشوى من سعد المخرج سعد مخدته معه جوا قهر لا تخلي الكاميرا داخل الخبر الاول مصورين ايش الاشكال شوف من العالم نسيتون نصور الظهر النيابه العامه تعلن في مؤتمر اسال النيابه عن عدد من الاعلانات المخالفه جمع الديات سداد المديونيات المحتاجين العملات الافتراضية الحمد لله لك يا رب نبح صوتنا وحنا نقول يا جماعة جمع الديات صار بزنس صار الأهل يطلبون 50 مليون ويجونك السماسرة يدخلون يزودون لهم 5 مليون سعيهم وما أدري من اللي جاب وسيط وجاب له ياخذ نسبة فجأة صار بزنس ما له دخل في الأجر وشفنا قبل فترة حتى المشاهير وشغل أنا شماغي وكله مدفوع من ما تدري من مين ما لانه انا اتكلم كلام عرض علي ما اجيب شيء من جيبي الديات اللي كانت تلف ذيك كان في حتى المشاهير الشيء يا ابوي لانه مكلموني وما ادري ايش وبندفع لك كذا تدفعوني على ايش الحمد لله لك يا رب تم تغطيه الديات ولا لا ما في اي شيء له علاقه في الاجر سداد المديونيات برضو صارت متاجرة وبرضو الكلام وصل يجيك واحد مديون بمليون يقولك حبيبي خذ إذا تسدد المبلغ لك 100,000 تلقى واحد في تويتر منقطع قلبه على السداد يدعم أوكي في ناس كويسة وهناك في ناس كويسة ما نختلف بس عيال حرام خربوا على عيال حلال يعني لما تدخل في شيء في أجر وتدور الناس كل اللي بيعاون الثاني وفجأة كانت مبادرة حلوة وتخرب من موضوع البزنس والسماء أسرى في موضوع العملات الافتراضية طبعا هذولي أي واحد يصدق أي شيء يحط يوم قالوا طارق الحربي ثروته شرعية حقق في الأسبوع كاتبين حقق في الأسبوع أنا 3 مليون دولار مليون دولار ما عاد تشوفوني قاعد يعني معناها 4 مليون دولار في الشهر معناها أضرب في 3 وشوي يعني معناها 14 15 حس 16 مليون ريال في الشهر دخلي وش أضيع وجهي وقتي مع مروان وطرد فرحان صدق طف المكيف شغل المكيف التوصيل احترقت المدري شو المكسر خرب صوت حماده مو طالع ليه ابا اخذ الشباب ونروح محفولين مكفولين شو كفو ما دام انها احلام ببلاش بس اعطوني 14 مليون اوريكم نشوف محفولين مكفولين ما اوريك اذا ما اخذكم طقمين 6 سيارات نفس بعض تحت واضح ان ذا زي 50 سنت تخيل الفرقه ذي زي كذا سياره سيف اللي تطلع كمان 4000 ريال عقوبة حافظ القرآن طلب تقبيل موظفة يقول لك موظف من جنسية عربية وعاقبته بالغرامة 4000 ريال وبرر التخفيف في العقوبة عنه المهم يا طول العمر هذا واحد قال البنت هاتي بوسة فلما جوا يحكمون عليه تحرش صريح جدا وفي عقوبة لما جوا قالوا ما شاء الله حافظ القرآن هذا لو كان الحكم قبلها سنة أحكم عليه 4 مو أخفف الإدانة يعني المفروض حافظ القرآن يعرف
يعني هذا مجهز له اول تدخل السجن تحفظ القران يخففون، هذا جاي محافظ جاي قبل الله يخش. طيب اسكت انسجن لك 6 شهور 5 شهور لا جاء رمضان باقي عليه شهرين كل حفظت القران سمعه وطلع خرب عليه. ايش يقول حافظ صحيح مسلم مش سوون كذا. فاصل مساكم الله بالخير حياكم الله بعد الفاصل. الموضوع اللي بتكلم عنه بحكم ان الفترة الأخيرة شفنا العالم في تويتر وفي انستغرام وفي السناب خصوصا في السناب بعد توثيق الحسابات اللي قاعد يصير. طبعا كل توثيق حساب ذا مدفوع، يعني اول كان السناب هم اللي راسلون يخاطبون، الحين خلاص صار كل شيء بفلوس زي تويتر صار ب5000 ما ادري ايش. يعني موضوع التوثيق ما عاد هو صار موضوع مهم، تدفع تاخذ. فانا استغرب من اللي يطلع الحمد لله لك يا رب وثقوا حسابي يباركون وهذا بجهودكم يا اخوان ودعم الجماهير اللطيفه وطب انت شاريها. يعني انا ما ادري الناس دي تضحك على انفسها ولا تضحك على الناس، زي اللي يشتري متابعين اللي يشتري ما ادري ايش. تلعبون انفسكم، تلقى ماشي في الشارع قال كذا هو شاري ترى رقم اللي عندك 600,000 ولا 500,000 ولا 400,000 منهم 400,000 انت شاريهم، يعني 100,000 ذولي منهم بيض على منهم مدري ايش بقى 7 اخوياك. وقال انه فعلا ذاك اليوم واحد يقول لي واحد من اخويا انا شرى متابعي وجلس مع ناس ما يعرفهم فيقول لهم انا تعبت والله العظيم يا جماعه الشهره شيء مقرف. الشهرة يا أخوان ما الواحد ما يأخذ راحته. فمشى هو فسألوني قال ما شاء الله من هو ذا وش كتش فيه. قلت لا بس وصل سنابه 6,000 متابع 6,000 وصلوا. نظر على المجلس وضرب الباب. أنا ما عاد أقدر أتأخر الواحد تحس إنك مراقب يا رجل. مشكلة ترى. فأنا بعطيكم أشياء بتعانون منها بداية الشهرة خصوصا اللي الحين طايرين في العجة، انعدام الخصوصية. يعني الشهرة ترى مو شيء كويس، ما عاد في خصوصية. أنت الحين ما عاد تقدر تنزل سواق على راحتك مع اللي يحبون ترزز. طبعا أي شيء أي شيء أي شيء محسوب عليك، لو توقف غلط لو محسوب عليك، يعني انت عقوبتك اكثر من غيرك. فاللي ينبسط بالشهره يكون قدها، مو معناها شهره انك تطق تنشي شماغك وتنزل تقعد في كافي وحاط ترجع رجل تمتحن الناس تصير معروف ابو اللبويات في كل لبوي يلقونك في كل كافي يلقونك في البوليفارد من الظهر. لا احترم نفسك كمشهور. أربعة فجأة بتصير محبوب، بيكثرون صديق بيكون عندك أصدقاء واجد كل يحبك كثيرين وما أدري إيش. هلا والله كاي وين الناس وين الغيبة، ناس من زمان سحبوا عليك ناس مدري سبحان الله انقطعت فيهم الحياة بيرجعون لك بيجون كول أخوي أيام المتوسطة ولا تذكر أنت شكل أصلاً فهم؟ بس انك تقول ايه والله صح متى هذا والله حيوة. فبيطلعونك ذا النوعيات فلا تلخم، يعني تحسب انه يعني انك الشهره نفعتك بعاده اصدقائك، لا هم جايين عشان يتلزقون عشان يصورون وعشان الامور طيب. ثلاثة نظام انشر لي، اذا كان عندك احد زي فرحان والمسعودي فادري انك متورط لأنك تنشر لهم وفجأة ما أقول
ها فالنشر ذا مسؤوليه، مو تنشر اي احد، تنشر كل من جاء وذا وسناب ورجال كفو سبحان الله، كل من ينشرون العالم كلهم كفو، ما ادري الخوم وين راح وما ادري، كل العالم كفو يعني والله العظيم ما ابغى اتكلم، بس ان السلف عم صرت مشهور بدون يحسبون لك هذا يدخل من الاعلانات ذا ما ادري وشو وكذا وكذا، فجاه تروح مطعم مع ناس ترى مو ضروري انهم يطنشونك تحاسبن لانك انت الكاش. طلبات السلف طبعا هذه كثير بتجيك، بس هذه مرجله يعني، انا اشوف انه ما في شيء، اذا كنت مقتدر الوضع طبيعي صح؟ رقم واحد النقاقة، وش فيك متغير؟ وش فيك متغير؟ ابو الشهرة اللي غيرتك من وتقعد تقول والله العظيم ما تغير شيء، هذول عادي خلهم يزعلون اسحب عليهم، الموضوع الأهم اللي ينشر لي وما ينشر لي، بعد فترة بتشوفهم يتهاوشون في السناب كل واحد انا اللي طلعتك انت يا مدش اللي قاعدين نشوفه ذا اليومين، انت كنت الدور ما حد يعرفك انا اللي طلعتك، وهذا قلت خاسي يا منك ترزز عندي وانا اللي اضبطك، بتشوفون المناقر شيء عجيب، كنا تحس متهاوشين على 5 مليون 6 مليون ريال، انت يعني تحس الموضوع مهم، سوالف سوالف يقول لك انا اللي شهرته، طيب بعد من زين محتواك ولا من زين محتوى يا شهرته انت خلاص. قل وش تفى في الكبرياء حلو خلو ارفق علينا يا عسى الله يخلي، شليت قلبي الغلا من محلو خليت مجنون I'm not afraid.
حياكم الله معنا في بعد الفاصل، واليوم ضيفنا الفنان يوسف سحاب، نورنا حبيبي حبيبي. اليوم حلقة استثناءات هي، ترى النور نورك يا حبيبي. أول مطرب يغني عندنا 4 دقائق احنا مستمخين، احنا رايقين نسمع. منورنا حبيبي، النور نورك يا ولد الدنيا. أنت مغني وملحن وعازف؟ صحيح. ورايق على طول؟ اي في نفس الوقت رايق، لان صراحه يا اخي حاله خاصه انت يا حبيبي. يا حبيبي يعني جونا كثير مطربي. انا رايق لاني معك طال عمرك حبيبي والله، والله خاف انك دايم كذا، لان صراحه جونا ضيوف كثير. اول ضيف ممسك العود، ما عليه يحترق الاستوديو، تهاوشوا راحه وطربان رايق ورت. لأول لأني مبسوط يا حبيبي، لأني معاك شخصيا حبيبي، وشباب الفرقة طبعا. أنا سبق اشتغلت مع البعض منهم، بلال ما كان موجود، اشتغلت مع بلال، بلال كان معاي اشتغل معاي كذا حفلة. والشباب ما شاء الله عليهم، لما يكون الفرقة على قولتهم واكية وثقيلة يريحونك أنت. أنا استمتع معاهم. ترى بندر بس من هو؟ بندر واكي. الباقي اشتغلت معك وال شو اسمه بندر. بندر ليش؟ بندر عجيب صراحه، يعني زمنه بالمصدر. انا قاعد اقول لك، هو قاعد يدرسهم بالله عليك. انا ترى بندر المنقذ، شفنا الفرقه قامت ترقد دك على بندر. حبيبي اغنيه خلو، انا مبسوط اول شيء انه طلعت معنا الجازي قبل فتره وقالت خلو، وانا غنيت خلو. اي نعم. وكذا وصار لبس في الموضوع، وأنا وصلنا لك. هو إن شاء الله ما في لبس. أيه هو بس إحنا وصلنا لك، إحنا مستفيدين. يا حبيبي. أغنية خلو. وش سالفتها؟ شوف أغنية خلو أغنية تنفذت بالصدفة. أنا ذكرت قصتها في قناة من القنوات. خلو في عندي صديق مصري سيارته دائما تتعطل، مكيفها يخرب. كل ما يروح يوديها ورشة يضحكون عليه. قال لي أنت سعودي بيخافون منك. نزل معك عشان يبان وجهك رايق. أيه. عشان السالفة مهمة. أيه. مدام فيها خرابات. رعين صناعية أصلاً. فقال لي إنه أنت سعودي يخافون منك. قلت والله ما يخافون مني، ورشة يضحكون علي وعليك. فرحنا أنا ويا الصناعية، وأنا في الصناعية لقيت واحد شاب يمني لطيف قاعد يدندن. إيش يقول هذا اليمني؟ يقول آسف تأخرت على الحفلة وما هو بمقصود يتأخر، لكن قد كمل البنزين قبل المحطة الكفر بنشر. فقعدت أدور عليه بين السيارات ولقيته، قلت له أنا صوتك جميل. قال انا استناك اصلا تجي، قالوا في فنان بيجي استناك عشان تسمع صوتي. طيب دندن في الحفره يدور الصدى. المهم اني تعرفت عليه، كان شاعر رائع جدا وجميل، فقلت له انا ابغى منك كلام. قال لي عندي اغنيه اسمها خلو. قال وش تبى في الكبر يا حلو خلو. هو يشتغل في ورشه؟ في الورشه الى الان، هو في مجلس الورشه بس الحين تطور شوي يعني. ايه الحين صار مع دراهم، صار مدير. المهم اني اخذت النص منه ولحنت النص. اقول لك العمل هذا فيه شيء غريب. لما جينا نشتغل العمل، العازفين اللي اشتغلوا معي رفضوا تنكتب اسمائهم. رفضوا، قالوا ما نبغى تنكتب اسمائنا، لانه فكرتك لطرح العمل بسيطه، ليش ما تركب كمانات وليش ما تركب. قلت لهم انا عندي وجهه، عندي رؤيه في العمل. رفضوا. لما جينا حنا نركب جملة الكورال، طبعا الجازي أختي الجازي أوجه لها تحية، فنانة جميلة جدا، صوت رائع. الجازي كانت معانا في المؤسسة، كانت موقع معانا في المؤسسة، وكنا نبغى ندعمها حنا، فما نقدر نعمل ديو، لأن العمل مش مكتوب ديو، العمل مكتوب الفنان بس في جملة كورال. طبعا في ناس للأسف يفهمون جملة كورال غلط، يزعلون منها، يفكرون ان جمله كورال معناها منقصه، مش منقصه. في الاخير اهم شيء ان الضرب انت في العمل، ضربت ولا لا. الفنانين اشتغلوا كورال، رباب اشتغلت مع محمد عبده كورال، اسماء المنور وفدوى المالك اشتغلوا كورال، شيرين واحمد سعد اشتغلوا كورال. اكبر ملحنين الحين كورال. والله العظيم انا بدات كنت اروح استوديو رهوان، كنت اعرفه حق احمد ابو بكر، اقعد اللطع برا ادقدق على هشام السوداني عشان يفتح لي الباب عشان اجي اركب كورال عشان اتعلم، لان شوف اي فن
أي ما أنت جاي من فوق مستحيل بالتدريج لازم بالتدريج. فالشاهد أنه الجازية كانت معانا الله يذكرها بالخير وقلنا لها قولي هذه الجملة قالت هذه إيش مصرية الأغنية قلنا لها مالك شغل غني بس طبعا هي ما تدري أنه الأغنية ما بين صنعاني وحضرمي أهل صنعاء ما يقولوا جيم يقولوا قاء وغير وحنا لما انطرحت الأغنية جو بحريني اي ليش اقول لك انت انا تابعت حلقتك معه وانت تقول جمله خطيره هذا دليل ندرك موسيقيه انا والدتي من الكويت ففيني دم بحراوي فهمت اي لما عملت اللحن عملت الجمله انا اخذتها من سليم روك اللي هو شاعر الاغنيه اوجه له تحيه وقعدت ادندنها لما سويت الجمله قال لي هذه مو شغلنا هذا ابغى شيء حضرمي قلت له انا احورها لك ما في مشكله أعمل لها تحويرة ما في مشكلة فحورناها وسجلنا الأغنية لما تسجلت الأغنية بتوفيق الله سبحانه وتعالى نجحت لما نجحت العالم اللي كانوا رافضين تسجل أسماءهم دقوا علي إيه؟ قالوا حلو بنشتكي عليك ورا ما كتبت أسماءنا إيه قول أنت كنت رافضين نجحت الأغنية طبعا الأغنية ما أخفي أغنية مرة جميلة الحمد لله بس الأغنية سببت لي مشكلة صار يسمون يوسف خلو وين ما اروح يوسف خل قلت يا جماعه انا مش اسمي يوسف خل اسمي يوسف زعاب وبعدين عملت بعدها وين القاك عملت بعدها واحد اثنين عملت عندي 30 عمل انا هي المشكله الواحده لما تضرب تصير عقده للباقي اي طبعا اتصل علي الله يمسيه بالخير الاستاذ فهد التوم مش عارف فهد التوم وهو صديقي قال لي يوسف لا تخاف خليك ماشي على الخط اللي انت تشوفه صحيح لا تخاف من نجاح الاغنيه واللي خوفني زياده قابلت الاستاذ الله مسخر الأستاذ نبيل الشعيف في الكويت وكان ما قابلته جلست معانا كنت جالس في اللوبي ومع مجموعة فنان فهو يتكلم فش يقول الفنانين هذول اللي طالعين الحين تنجح له أغنية ويستأنس بكرة بيدحدر فقام خوفني قلت له والله شكله بندحدر لا 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 بس أنا أبغى أشوف فيديو كليب الحين أربطه بكلامك خلنا نشوف شوي من الفيديو كليب تفضل حقت الأغنية قل وش تبى في الكب يا حلو خلو ارفق عليه طيب ما فكرت تسويها فيديو كليب؟ فكرت والله وطبعا مدير أعمال الأستاذ عمرو العياف وأنا برضو بنوه على موضوع المدير الأعمال أنت برضو ذكرت جملة مهمة أنه 90% من الفنانين الآن اللي يشتغلون ما يعرف إيش يعني مدير أعمال مدير الأعمال هو المدير اللي يرسم لك الخارطة اللي تمشي عليها مدير أستاذ عمرو العياف أنا أستشيره في كل صغيرة كبيرة أستاذ عمرو العياف اختار كاركتر معين الفنانة معينة قال لي لو هذه الفنانة ما وافقت ما راح نصور فيديو كليب تصنع الفنانة وعيت رفضت قالت هي طبعا ما رفضت هي قالت أنا أمر في أزمة نفسية ولا أقدر أشتغل معكم فخلينا وبعدين حنا نجح تقول كم تبين لا والله قلنا لك كم تبين عيت والله عيت عيت يعني مرة موضوع مو فلوس لا بعدين تسارع نجاح الأغنية خلانا شوية نريح يعني هذا المشكلة أن هذه النقطة نجاح أغنية معينة تورط صحيح الباقي اللي بعده ما تدري متى تضرب واحدة ثانية بعد صحيح بس أنت طبعا عندك شركة إنتاج ولا ما صحيح عندك شركة إنتاج صحيح استوديو سنة ميوزك حلو استوديو وكل شيء عندك كل شيء عندي طيب جميل أنت توقع من مطربين ولا شغال على نفسك شوف أنا شغال على شغلي أنا الحالي إذا فيها إذا حصلنا شخص يحتاج الدعم ما نوقع معه عقد صراحة ما نوقع معه عقد نقول له إحنا ندعمك مقابل لما يجينا شغل ونحتاجك نأخذ نسبة من الشغل حلو يعني مثلا جانا طارق ما نوقع معك عقد يا طارق ندعمك حنا تبينا مثلا ندربك تبينا نعلمك موسيقى تبينا ننتج لك عمل ننتج لك بس اذا جانا اذا جانا شو اسمه يستاهل حماده لا الحين بنسجل اغنيه الحماده والله عندكم. والله شوف الحين انت قاعد تسجل انا جاهز وعلى فكره حماده من الاصوات الرائعه جدا وفي نقطه بقول لك شغله مو ما يدري عنها في فنانين يستطيع يتعامل مع المقام يعني الكرد المي بيمول في ناس يسويها بيمول في ناس يخش في الجدار حمادة أنا تابعه بالملي المقام لا حمادة ما شاء الله كل شيء بس ينتظرني أخطط أنا بصير العياف أنا حقه. حاضر فهم؟ والله شوف يا رجال حاضر لا أنت فوق راسي والله طيب أنت بديت تقريبا 2006 صحيح حلو بديت قدمت نفسك
في البدايه انت اخترت كمطرب ولا كعازف ولا كملحن؟ لا انا بديت كمطرب لكن اصطدمت في قضيه انه في بدايه فترتي كان الملحنين ما يعطيك الشيء الكويس يعني الشيء الكويس يخليه لفلان وفلنتان وانت يعطيك الطشاش. ما عنده استاذ يخاطر معك؟ ما يبغى يخاطر. انا دقيت مشوار للشرقيه عند ملحن ويوم وصلت قال شوف يوسف تبي الصراحه والله فلان كلمني تصور وهم موعدني وانا رحت لين الشرقيه وصلت عند بابه قال والله توه مقفل من عندي. قلت طيب انا قال بعطيك شيء قريب ايه كب ليه مسوي وانت عاد دبر نفسك فتضايقت كثير. فلما رجعت اكتشفت انه انا كملحن اعلم الناس بصوتي واعرف مكان صوتي وين واعرف وين يلمع الصوت وين. فاشتغلت اعمال وبديت يعني ادرس مزيكا عشان اعرف انا الخط اللي انا ماشي عليه صح او خطا. يعني اشتغلت على نفسك بدل ذل خلق الله. نعم. وبرضو ما يعني عشان ما نهضم الناس حقه بالاستاذ عمرو العياف وقف معاي لان عمرو اصلا موسيقي قديم يعني عمرو العياف موسيقي قديم وموزع اصلا فساعدني. أضف إلى ذلك يعني ما أخفيك يعني كنت لما أروح بعض الفنانين أشاوره وبعدين هذه الحركة صرت ما عاد أسويها لأني الطشوا مني عمل. إيه ما في ثقة. صرت ما عاد أسويها. خلينا نشوف لك طيب مقطع وأنت عازف. متى تعلمت العزف؟ أنا تعلمت العزف قبل زمان وأنا صغير. تعلمت العزف وأنا في الثانوي يعني تتكلم عن 15 سنة تقريبا. لأن اللي تسويه أنت شغل بروفيشنال يعني. أنا ليش؟ لأني أنا ما تعلمت تعليم عشوائي يعني أنا ما رحت مثلا وقعدت أتعلم سماع. أنا رحت درست من أنا صغير. رحت عند مدرس الله يذكره بالخير أستاذي أستاذ محمد توفيق دوار كان رئيس نقابة الفنانين في سوريا. رحت قلت له أنا بدفع وأدرس. قال لي شوف الدراسة صعبة. قلت ما لك شغل أنا بتعلم. تعلمت أول شيء الأحرف الموسيقية تعلمت التحويلات الموسيقية تعلمت كل شيء يتعلق بالموسيقى. قال لي تبي تتعلم نوتة تقرأ نوتة؟ قلت بتعلم. اكتشفت أنها صعبة إن يدرسونها 7 سنوات هم. فتعلمت الأسس أسس المزيك. تعلمت إيش يعني مثلا كرد إيش يعني بيات إيش الفرق ما بين البيات والرصد كيف إيش المقامات المتجانسة. حلو. يعني مثلا الكرد تقدر تقول جنبه مثلا حجاز تقدر تقول بس ما تقدر تنقل من كرد مثلا إلى مقام بعيد مثلا. تعلمت هذه الأشياء. فلما جيت صرت أعزف أعزف حسب أسس. بس برضو بالإضافة أضف إلى ذلك التمارين. يعني كونك تتعلم بس ما تتمرن مشكلة. فهمت؟ زي اللي يتعلم لغة بس ما يمارسها. فأنا جت فترة قلت التمارين بدت إيدي تثقل. بعدين قلت لا يا حبيبي كمل رجعت وخصصت في جدولي يعني من 2 إلى 3 أتمرن. أقعد في المكتب هذا مكتب اللي شفته شوي. أقعد في مكتبي أسكر الباب أسوي حليب شاي وأجلس. طب حنا نبغى نسمع الحين عيوني لك. نبغى نسمع عيوني إحنا. أنا من الناس ترى اللي شعبي وعود شكرا وعطني شاي وشكرا. يا هذا هو الصح. طيب سمعك حاجة رمبة. صبرك علي صبرا يا سيدي صبرا اليوم أقول أمرا بكرا لي أمرا. أنا حبيتك كنت أهوى زينت لك دنياك يوم الهنا غطاك وريتني الظهر
صبرك علي صبرا يا سيدي صبرا اليوم أقول أمرك بكرة لأمرك صبرك علي صبرا يا سيدي عليك حبيبي الله يعافيك والله يا اخي ما اقدر اقطعك ما قد اسمع تغمض تخلينا الوقت عندي سؤال ما فكرت بتسوي دورات والله شوف انا يعني جت فتره حاولت اعلم آلة العود لقيت انه المشكله في المتعلمين اذونك وبعدين يتاخر وما يجي وإذا تعلم له أغنية أغنيتين خلاص نحاش ويبي بسرعة من البداية يعزف الأسبانية يتعلم أغنيتين تلقاه في أقرب برحة ماسك تجي تقول لي بالحال تراك لسه بدأ متى ينفضح إذا اشتغل مع إيقاع اشتغلوا له إيقاع قالوا والله ما تعرف تعزف واللي علمك ما يعرف فايو ذكرت بعد كان حافظ أغنية والله العظيم واحدة يا نجوم الليل بس ربطون ليلة يغنينا نجوم الليل ابو سديم سمعنا يا نجوم للصبح ما كان عندنا مشاكل طيب من ابرز المفنانين اللي لحنتهم والله شوف اشتغلت طبعا اغلبهم شباب اشتغلت للفنان علي الزين فنان صديقي وحبيبي
موجود خلف الكواليس معانا. اشتغلت التهاني السلطان، اشتغلت لها عمل، عملت للجازي برضو أغنية اسمها والله نسيت العمل. اشتغلت مجموعة عمل بس كلهم شباب. وفي شغلة مهمة، اشتغلت النجوم بس ما ودي أذكر أسماءهم. ليش؟ لأن اشتغلتهم أخذوا العمل حطوه في الدرج. ولما سألت واحد منهم قعدت وراء أمشي وراء لين سألت قلت له أنت ما حتغني العمل، ليش حطيته في الدرج؟ قال عشان ما يغني أحد غيري. فلقيت أن الموضوع مؤلم، يعني أن تتعب وتنبسط وتنتظر أغنيتك تنزل، وأنا ترى لحنت لفلان فلان، وبعدين يقول لك خلاص أنت خدت حقك، مالك شغل في العمل، وين رايح؟ طيب انا ودي العمل ينزل، انا ما ابي حقي، خذ ال 15000 ولا ال 50000 والله خذها، ما ابي. قلت له خذ. طب رجع لي العمل، عملت شيء جميل. يعطني يا معت خلاص خليه. خلاص قال لي خلاص انت العمل عملي انتهى، حطيته في الدرج. فصرت يعني ما عاد انا حريص، اللي يجيني واتاكد انه حينزل العمل اشتغل. احنا نبي لحن والاستوديو كذا يوم بنرتبها وبنخلي حمادة والله أمنعني. والشباب جاهزين والله، إحنا حاضر. دعم جماعي للأمانة والله حاضر. يغني حمادة؟ حمادة خلاص أبشر. وبننزل أول أغنية بتصير مو باسم حمادة، باسم محمد، لأن إحنا نكبنا بحمادة فمحمد. حاضر والله فهم؟ حاضر. بس هو اشتهر باسم حمادة يعني. محمد بنحط محمد الراشد بين قوسين حمادة صغيرة. طيب تشوف آخر أعمالك، خلنا نشوف. من عيونك أنا أدري، نويت البعد، نويت تروح من عيونك. من عيونك أنا أدري، كلامك جد وعرف شي دور في ظنونك. من عيونك أنا أدري، نويت الله. هذه كذا وخلوه كذا. أنا أحس أنك ما مشوف في نوع معين يصلح لك. أنا تثق في رأيي أكيد. أنا ترى من كثر ما سمعت ذا البرنامج، من كثر ما قعدت في استديوهات الفترة اللي راحت. حلو يعني استديوهات أغاني حلو مع ملحنين. خلاص والله أنت باك جو الرايق، الشغل الصنعاني والشغل اللي أنت تسلطن. حلو، بس أنا بقول لك معلومة. أغنية من عيونك هذه الكلام الأغنية وجوها يحكمك. خلوا حقت واحد مصرقع يقول، خلوا شو يقول، يقولك يعني انت العين شايف نفسك علينا. ايه انا اقول لكن من عيونك لا حقت حبيبه هي انت صرعك الشطحات. ايه اللي يعني اللي شوف، وبعدين انت مشكله انت لازم تغني كل الالوان. يعني شوف جمهور من عيونك غير جمهور خلوا. يعني انا اعرف في اماكن لما اروح لا ما اغني من عيونك، وفي اماكن العكس ما اغني خلوا. في مرات اماكن انا رايح وأدندن خلوا وأدخل الستيج وأنا أغني خلوا، ألقاهم أصلاً أوريدي يغنونها جاهزين. أي جاهزين. وفي جمهور ما خلوا عنده هذه إنه ما نبغى نتنكس. أنت طبعاً شاركت في موسم الرياض. نعم. وجدة. حلو صحيح. أنا شاركت في 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 شو اسمه نادي الفروسية، كان تبع الترفيه، والحمد لله كان حضور جيد. وشاركت برضو في جدة في ذهبان، برضو كان حضور جيد. وكان في بعض المفاوضات. من هالحائل وين حائل؟ أنا فعلا حاير والله عاد هالحاير، شفت دائما ناسينك ناسي. هالحاير المفروض أول واحد عاطفي ما تصلح لنا. بالله صار جوك طيب حبيب ما تمشي، يبون الشعبي يبون واحد فهمت يتربع دائما واحد يتجكت. والجاي إن شاء الله الجديد والله قاعدين نشتغل إن شاء الله على عمل إن الله أحيانا، بس لسه ما يعني ما اتضحت ملامحه، لكن قاعدين نشتغل على عمل الان. يعني المذهب موجود عندي لكن لسه يعني يبغى له شويه، لانه انا احب يعني لما يوصلني الكلام اعيشه، وبعدين سبحان الله انا الكلام يوصلني اذا قعدت اعيد وازيد فيه اعرف انه فيه سر. اعمل له جمله، اذا الجمله اثبتت في راسي انا استبشر خير، اذا مرت كذا أتركه. ففي عمل برضو كلام سليم، كلام سليم روك وألحاني، وبس حيكون فكرته مختلفة، حيكون قريب للجاز، فن الجاز. حلو. أي يعني حيكون قريب منه، بس إلى الآن ملامح يعني إحنا رسمنا له خارطة، لكن إلى الآن ما. إحنا نبغى من سليم، ترى قلت لك الأغنية برضو حمادة. لأن ما يعجبني الجو، أعرف حمادة. حمادة أنا قلت لك أول شيء نعمل لك، لو بغي نعمل لكم تتر.
كلام سليم ولحني وغناء حمادة. حنا جاهزين نعمل له أغنية سنجل والله. هدية مني يا حبيب والله يا حبيب. نعمل له حاجة والله. يعني الحين قبل نقفل الحلقة أرسل لوكيشن الاستديو. حنا ترى جنبك ومين حنا وراك. نورتنا وشرفتنا يا حبيبي. يا حبيبي وسعدنا فيك يا حبيبي. والساعة المباركة والله اللي شفناك معنا حبيبي. نبغى أغنية كذا من ذوقك. يلا نقول حاجة نقفل. حاجة حجاز. ايه قول يا منيتي. الله يا سلام خاطري. طب احنا نعمل يا منيتي نعمل مكس حجاز. روح يلا ابد انت ما اعرفك انا ما نبقى لك شيء. بسكت بس انت قول يا سلام يا مونيتي.